رجعنا لحضراتكم تاني وانضم لنا ضيف عزيز أخ وصديق غالي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، رئيس القسم الرياضي بالزميلة الأهرام المسائي وأمين صندوق رابطة النقاد الرياضيين، زميلي وصديقي العزيز الأستاذ محمد القوسي. أستاذ محمد منور حبيبي، ده نورك وسعيد بالتواجد معاك، ودايما الواحد يعني بيسعد في قناة النهار من قناة الجميلة المميزة يعني، فتمنيات لك بالتوفيق دايما وتحياتي لكل السادة المشاهدين. متألق يعني على طول، لكن في الفترة الأخيرة في تغيير كده كامل، وأنا بشكر يعني كمان منظومة كاملة الحقيقة في الأهرام المسائي وزميلنا العزيز الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير. الحقيقة الجو الشبابية الجميل ده عامل يعني انفجار جديد للأهرام المسائي، عادت لزهوها وبارقها، ومين ما يقولش ان الأهرام المسائي كانت تسادت في فترة من الفترات بصفحات الرياضة وأيضا بكل مناحي يعني الصحافة. استعدتوا الكلام ده بقالكوا فترة طويلة، أبو تريكة تسريبات، كل الضربات الاستباقية جاهزة وحاضرة، والحقيقة معالجات في غاية الاحترام. منورنا ومشرفنا وفرصة نروح معاك على شارعنا الرياضي والكروي بالطبع ونشوف ايه الحكاية. النادي الأهلي ومتابعة طبعا من الكل، لكن تبقى لديكم دايما يعني مزاحمة على الجديد دايما، الحقيقة لازم نقولها. النهاردة في خبر بيقول انه خماسي الجلسة اللي مع الوزير، اذا كان دكتور احمد سعيد او كابتن طاهر الشيخ او ابراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العمري طبعا رفض تماما. لم يلتقوا الوزير خلال وجوده في النادي الاهلي لافتتاح بطولة الكاراتيه، وانا بقول لك قبل الهوا قلت لي في استشعار حرج من القرار. تمام، رايح على فين؟ يعني طبعا حضرتك ده اخر حاجه اللي كانت النهارده بالنسبه للموقف في النادي الاهلي. في محاولات من السيد وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز يعني انقاذ ما يمكن انقاذه في النادي الاهلي ولم الشمل، وكان اخر اجتماع النهارده طبعا الاجتماع مع مجموعه الرفض لقرار التعيين، دكتور احمد سعيد، كابتن طاهر الشيخ، استاذ الكفراوي، محمد جمال هليل، الدكتور هشام العمري. الوزير طبعا ما اجتمعش بيهم في النادي، هو دعاهم لاجتماع في فندق قريب جدا من النادي الاهلي في الزمالك، واجتمعوا الاربعه بدون حضور هشام العمري اللي مصر على موقفه ان هو غير قابل للنقاش او التفاوض، هو خد قرار في كل الاحوال رفض لفكره التعيين. المجموعه الاربعه اللي قعدوا مع الوزير برضو يعني تمسكوا بموقفهم وبرفضهم الشديد لغايه دلوقتي لفكره ان هم يرجعوا لمجلس اداره النادي الاهلي ويكملوا هذا الامر. يعني في شبه اتفاق بعمل نوع من الموائمه ان يسيبوا الامور كده مجمده ل 28 لغايه 28 فبراير، لا رفض ولا المجلس قبول. المجلس كاملا ولا هذا الخماسي؟ لا ما قاعدين المجلس كاملا، لكن هذا الخماسي لن يحضر اجتماعات مجلس الاداره. لن يحضر. وبالتالي اذا المجموعه اللي هي قبل التعيين لو عملت اجتماعات هتسبب نوع من الاحراج لنفسها اولا، ويعلن رسميا رفض هذه المجموعه. ففي نوع من الاتفاق ان ما يحصلش اجتماعات خالص في النادي الاهلي لغايه يوم 28 فبراير. اذا كنت مطلع على اللائحه، الحقيقه انا مش مطلع. لا طبعا هو ينفع من غير لا طبعا لا طبعا المفروض تحصل اجتماعات ويتم تسجيل عدد محدد في شهر مثلا، يعني ما اعرفش، بس على الاقل لازم يكون في اجتماع شهري يعني. على الاقل يعني على الاقل يعني لازم يكون في اجتماع شهري. لكن هم عندهم موضوعات كتيره جدا المفروض يعملوها اكتر من اجتماع، يعني ممكن تلاقي مجلس اداره النادي الاهلي يعمل مثلا اجتماع او اتنين في الشهر في هذا الاطار يعني. انتظارا للقرار في 28 سواء كان بقبول الطعن من المحكمه الاداريه العليا او رفض هذا الملف برمته، وبالتالي هيستمر المجلس بالتعيين، وفي كل الاحوال هتحصل ازمه في النادي الاهلي من وجهه نظري يعني. تتوقع اذا كان قرار المحكمه او يعني قرارها، هو مش حكم هو قرار لانه يحاكم قرار يعني، هل إذا كان رفض الطعن هو قرار الإدارية العليا سيعود الرباعي أم سيواصلوا الابتعاد؟ إذا رفض الطعن أتوقع يعني عدم العودة بالنسبة لهم، عدم العودة. لأن هم لغاية دلوقتي هيكملوا الرهان إن هم ناس جم بجمعية ولن يقبلوا دونها. بالضبط يعني، بالرغم من إن في يعني ضبابية في مواقف بعضهم يعني، لكن مش واضحة، لكن المعلن لينا بشكل كبير جدا إن هم إذا استمر قرار التعيين بعد كده هم هينسحبوا من المشهد تماما، احتراما لموقفهم وزي ما هم بيعلنوا احتراما لقيم ومبادئ النادي الأهلي ولتاريخ النادي الأهلي، وما ينفعش يدير النادي الأهلي مجلس معين.
الحاجة التانية لو افترضنا القرار التاني اللي طلع اللي هو لا لسه في جزء اذا كان القرار بالرفض المهندس محمود طاهر وهم عتبوا عليه وانت نفسك كنت كاتب ده قلت ان هو كان في جلسة في المؤطم على ما اظن وكانت هناك فتحة وكذا ومن ثم راحوا بسرعة علشان يقولوا له لا للتعيين ثم فوجئوا انه وافق بس رجع قال لهم لكن اذا لم يكن في 28 هناك قبول للطعن اعتبروني ايضا مستقيل. بس ناخد المهندس ايهاب لهيطه بعد اذنك نعرف اخر مستجدات اللي حصل في اسوان. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير استاذ عصام ازي حضرتك فندم. اهلا بحضرتك معانا الزميل عزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي. استاذ محمد ازي حضرتك فندم. اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك. الله يخليك فندم. مش هطول عليك حتى لو قلت لي طول. الناس قالت انه مستبشرين طبعا استعدادات وكل حاجة بفكرة التسجيل الدولي عشان نرفع في الرنك شوية مكان مصر عشان المنافسات القادمة. الماتشين دول موجودين في القائمة الدولية ولا لا او في الاجندة الدولية ولا لا او مسجلين دوليا ولا لا؟ هشرح لحضرتك الاجراءات من اول خطوة. اول خطوة لو تكون في مباراة دولية انت تطلب تتبلغ الكاف الاتحاد الاوكراني بتاع حضرتك بتبلغه وتبلغ الفيفا في شروط معينه بتملاها بتملى استماره بتملى بتجيب مفصل فريق اخر على هذه الكاف دي بتعملها في وقت معين قبل المباراه في حوالي 15 يوم لازم تعمل الاجراء الاساسي. الفيفا بترد على حضرتك بتقول لك والله لو سمحت انت لو جايب حكام من نفس البلد في اخر مفصل الطرف الاخر تمام فبالتالي احنا الحمد لله جايبين مفصل الاردن الليبي على مفصل الحكام لازم يكونوا دوليين والاستاد لازم يكون عارفين وجت موافقه على 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 المباراتين الدوليين. فن نعرف بقى فندم يعني ازاي نحسب الفورمولا. الفورمولا دي ليها اربع عوامل. نتيجه المباراه ده حاجه يا فندم، التوقيت نمره 2، التصنيف نمره 3، وضعك في ترتيب الكره نفسها حاجه مثلا اوروبا غير افريقيا غير اسيا غير امريكا ده ليه ترتيب. نتيجه المباراه كسبت اخذت نقطه 3 نقط كسبت برنتات بتاخد نقطتين دي خلاص عرفناها فن. التوقيت بقى التوقيت ده ماتش دولي ماتش في الفيفا دي في فتره التوقف دي نمره 1. نمره 2 هل هو المباراه دي في نهائيات او تصفيات افريقيا، هل نمره 3 هل دي مباراه في بطوله افريقيه، هل دي نمره 4 اللي هي اعلى حاجه خالص دي مباراه في كاس العالم. عندك 1 2 3 4 فبالتالي دي بتاخد عليه النقط. انت ترتيبك بقى فندم انت بتلعب فرق الاعلى ولا فرق الاوسط دي برضو عليها حزب حزب. انت ترتيبك في الكاره ترتيبك دي برضو عليها نقطه بتاخدها عليها فاز. هي نقطه بس يا فندم لازم نشرحها للناس ونشرحها من خلال برنامج حضرتك ان انت حضرتك لازم بالظبط يا فندم. مباراة نيجيريا هل لديكم اي مباراة اخرى قبل لقاء نيجيريا في مارس؟ احنا يا فندم يعني حاطين برنامج كده في الفترة اللي جاية كلها لغاية شهر 6 لغاية القرعة بتاعت كأس العالم. في احنا قلنا من الشهر اللي فات في مباراتين الحمد لله زي ما بقول لحضرتك اللي هم اللي احنا عملناهم دول ليبيا الاردن في اسوان. في مباراة ان شاء الله يوم 27 فبراير مع المنتخب البوركيني لسه ما تحددش اقامه المعسكر هل هيكون في القاهره او في اي محافظه اخرى. شهر 3 فتره صعبه صحيح. في تصفيات افريقيا في الاهلي والزمالك بيشاركوا في 10 11 12 من مارس 18 19 20 من مارس المباراه العوده عندهم في القاهره في فتره صعبه جدا. احنا عندنا مباراتنا مع نيجيريا الفتره ما بين 21 23 دي فتره بيسموها استاذ عصام بيسموها الدبل ديت يعني تلعب مباراتين في خلال السبع ثمان ايام دول. فدي فتره صعبه جدا انت ما تعرفش لسه تحديد ملعب نيجيريا هيكون فين مكانه في اي مدينه. الاخر ميعاد للتحديد هو هيكون يوم 20 فبراير. الطرفين اللي هو مصر ونيجيريا بيكون بيحددوا ميعاد المباراه بالظبط ويرجع الاتحاد الافريقي بياكد على المواعيد دي. فاحنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه في شهر فبراير احنا ان شاء الله يكون تقريبا المعسكر بتاع شهر فبراير بنفكر يكون في نفس الملعب اللي هتلعب عليه مباراه نيجيريا اللي هي يوم غالبا يوم 29 مارس ان شاء الله. بشكرك وضحت لنا جزء مهم من حاله ما مسيطره على الناس. شكرا مهندس ايهاب لهيطه. يعني اظن محتاجين منك تعقيب على كلام مهندس ايهاب لهيطه. يعني هم طبعا الماتشين كانوا جايبينهم بالاساس علشان كان الحديث كل الوقت علشان تحسين مركزنا
وان رغم ان هم مش في الفيفا داي اليوم بتاع الفيفا اللي هو الماتشات الدوليه الوديه اللي بتتلعب على مستوى العالم توقفات العالم بالظبط الا ان ما قيل وما اعلن رسميا المهندس هنا بريده تدخل لدى الكاف ولدى الفيفا لاعتماد نتيجه المباراتين بحيث ان ده يضيف نقاط لرصيد مصر ويجعلها في ترتيب متقدم بما يساعدنا عند توزيع المجموعات نكون على راس مجموعه يعني. فطبعا جت خساره الاردن دي بالشكل اللي احنا شفناه وبعد مستوى يعني غير مرضي لينا كلنا كمصريين عن منتخب مصر. يعني تحس ان المنتخب فاضي يعني المنتخب مش مقنع المنتخب ايا كانت المباريات احنا في النهايه لينا شكل بيوصلنا في النهايه يعني صحيح. والحقيقه انا مندهش ان احنا مستمرين فتره التجريب الى هذا الوقت. يعني كوبر بقاله داخل على السنه المفروض وصل لاستقرار كامل ويمكن حتى هو النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان هو الفكره الفرقه الاساسيه في دماغه يعني في ذهنه لكن احنا عايزين نشوف ده يعني دايما تبقى فرقتنا ثابته حتى المحترف اللي مش موجود معانا يبقى في حد بديل موجود بحيث لما يجي تشيل ده يبقى مكان ده على طول. يعني ده القوام الاساسي بتاع منتخب مصر وفي محمد صلاح مش موجود النني مش موجود كوكا مش موجود عبد الشافي مش موجود بس دول البديل اللي بعدهم مباشره بس ان لما يجوا بشيل دول وانزل دول يبقى عندي قوام منتخب مصر. احنا مش عارفين تشكيل منتخب مصر يعني لو سالت حضرتك دلوقتي ما هو تشكيل منتخب مصر حضرتك تعرفه صعب جدا ان حد يعني اي حد فينا يقول تشكيل مختلف يعني صحيح. فمهم جدا في المنتخبات وعلى مستوى منتخبات العالم بتلاقي التشكيل ثابت ممكن تغيير واحد اثنين ثلاثة مثلا لكن في النهايه في قوام اساسي ده اللي ما طلعناش منه لا في ماتش الاردن ولا في ماتش ليبيا. المهم ان احنا كسبنا ده فالمفروض تضاف لنا بعض النقاط الاضافيه اللي تحسن من مركزك بعد الشيء واعتقد ان ده الشيء الايجابي اللي احنا طلعنا بيه من المباراتين دول بالرغم الملاحظات الكتير على المستوى الفني اللي حصل طبعا ونتمنى ان ده يتم علاجه خلال المرحله الجايه. والشيء الايجابي الاكثر طبعا الجماهير طبعا لو حابين نتكلم هتبقى دي افضل مكسب لينا في المباراه. الحقيقه انا حاسس ويمكن عندي يقين انه مساعده الراجل المصريين بيتوهوه مش في الاختيارات. اولا الراجل يجب ان يكون محل ثقه سي في هو كمان من بلاد شبهنا من عالم ثالث طبعا ارجنتين يعني حداثه وكذا لكن نفس التركيبات مين مع مين. انا بحس انهم بيخوفوه يا عم مش هنزعل الاهلي في فلان مش هنضغط على لعيبه الزمالك عشان تركان يا عم ده في ماتش الاحسن يقول لك الراجل اللي رجع متعور. عندك نفس الاحساس بصراحه؟ انا عندي نفس الاحساس بل احنا انا يعني عملنا موضوع مشابه لده في الاهرام المسائي من فتره يمكن من حوالي اسبوعين واتحدثنا فيه عن يعني ان في ازمه في الجهاز الفني وفي نوع من التقسيمات موجوده في الجهاز وفي نوع من المعلومات غير ربما تكون نوع من المعلومات غير الصحيحه اللي بتوصل بين اثنين وربما في بعض الاسماء بتطرح بشكل معانا عشان تكون موجوده او ان الاهلي وزاكت كلهم الاغلبيه ايا كان لكن عندي احساس ان ما فيش نوع من الانسجام الكامل بين افراد الجهاز الفني اللي موجودين في المنتخب الوطني. يمكن بعض افراد الجهاز الفني زعلوا من هذا الكلام لكن حتى في اسوان تاكد للناس ده ان في نوع من يعني دي مجموعه ودي مجموعه ودي مجموعه. الراجل معاه محمود فايز والمترجم والمدرب الاحمال معاه في كابتن ناجي كابتن اسامه نبي. انا ما بفترض ما بخشش جوه نوايا الناس وما بقولش ان في انقسامات شديده جدا او البتاع لكن الصوره اللي اي حد بيشوفها بيديها نفس التعبير ده الصوره واضحه يعني الصوره واضحه وحضرتك حسيتها وبعض الناس حسيتها يعني لما يطلعوا هم في تصريحات هم بنفسهم نبيه وناجي يتكلموا عن جواز راحه لاعبي الاهلي مثلا والزمالك عشان عندهم يوم 3 فبراير طبعاً يعني ومش عارف الحارس مين يلعب مكان مين عشان نريح مين يعني ده كلام لا طبعا ده كلام طبعا يعني كلام ولاعيبه وبعدين تلاقي في الكلام عقب المباراه الاولى ان يقول لك ان اللعيبه اضاعوا اهداف كثيره لانهم اللاعبون اصروا على الاختراق من العمق. يعني يا كابتن سمر طب انت كنت ألح عليهم ما الغريب انك تفاجئ ان حد من الجهاز بيقول لنا الكلام ده. طب يعني هو احنا المفروض ان احنا نعمل الكلام ده ولا حضراتكم المفروض تعملوا الكلام ده؟ يعني انت شفنا اداء المنتخب قدام الاردن طب ده نتيجه ايه؟ المفروض اللعيبه في الملعب بتنافس فكر الجهاز الفني احنا ما شفناش فكر الجهاز الفني تقول لي اللعيبه اصرت يبقى متاسف جدا يبقى انت مدرب مش مسيطر يبقى الجهاز قال له اصرت لا لحد يعني فكرونا بحاجه دمها خفيف يعني ما بنشككش في حد انا والراجل ده ازعم يعني ان احنا جورنال جايه اساسا وكل واحد في جيبه ورقه وقلم وياما مشينا ولازلنا وبنروح وبنحضر وبنشوف لكن الحقيقه منتخب مصر كان يستحق مش جهاز اهم حاشا لله ولا فكرة انه من هو صاحب المستوى كم من 10 ابدا لكن
كان يستحق جهاز واحدة واحدة زي ما حضرتك قلت يا استاذ اوسي، مش ده كان يبقى اجدى؟ طبعا جهاز واحده واحده، ده اهم حاجه في الجهاز، ان الجهاز يكون متكامل، يكون مترابط، يكون فيه نوع من الانسجام. اعلاء المصلحه الوطنيه بالاساس هي الدرجه الاولانيه، يعني مصلحه البلد اهم عندي من الاهلي ومن الزمالك. لما اشوف حارس مرمى كويس هنا اجيبه، لما اشوف مهاجم هنا كويس اجيبه، لما اشوف كتير. لكن خلي بالك ان كوبر في فتره كبيره جدا، يعني معظم الاسابيع الاخيره في الدوري ما اتفرجش عليها بشخصه. صحيح. كان مسافر كتير. كوبر سافر كوبر سافر 3 شهور خلال السنه دي، ودي على فكره مخالفه لعقده، لان عقده بيقول له شهر اجازات خلال السنه. فلما يسافر 3 شهور واتحاد الكره يضرب طناش، فدي علامه استفهام. من ضمن الطناش برضو ان يذهب هو والكابتن احمد ناجي للقاء محاضرات في العزيزه، يعني بشعبها فقط طبعا تركيا، وبرضه يقول لك عادي، يعني لا حد يرد ولا حد يقول لنا ولماذا هذا الاختيار ولماذا هذا التوقيت وحاجات كتيره كده انت بتتلعثم فيها. يا عم اطلع قول ان يا سيدي ربما كان تعاقد مثلا، لا فكاك منه، لكن انتوا بتسيبونا ليه نهاتي؟ يعني لا ما دي مشكله اتحاد الكوره، وان هو اللي عنده نوع من الحزم ولا الربط ولا الضبط ولا النظام في عمله. تحس ان الكره المصريه بتدار بعشوائيه، زي ما هم موجودين دلوقتي في اسوان بشكل عشوائي، كلهم راحوا اسوان علشان يكملوا مسيرتهم الانتخابيه ويكملوا تجربتهم العظيمه اللي الكره المصريه نهضت فيها نهضه كبيره، يعني خلال الفتره اللي تولوا فيها، يعني 3 سنين تقريبا وشهور من الخراب للكره المصريه في عهد المجلس الحالي. شفنا فيها كل الانتكاسات اللي ما حصلتش على مدار تاريخ الكره المصريه. عمرها مصر ما وصلت الى هذا المستوى في كره القدم مع اتحاد كوره ايا كان. يعني لما منتخب مصر اللي هو بطل افريقيا 3 مرات يخفق في عهدك 3 مرات وانت قاعد تتفرج وتقول ما فيش مشكله ولا تغادر مكانك، لما المنتخب الاولمبي اللي هو فيه كل المواهب المصريه ومع الكابتن حسام البدري يفشل بهذا الشكل، لما منتخب الشباب، لما منتخب الناشئين، لما كل ده يحصل، لما الصوره اللي احنا شايفين بيها المنتخب دلوقتي، يعني اعتقد يعني هذا الاتحاد يعني كان، يعني لو كانوا يملكون الاحساس بالبلد كانوا رحلوا وتركوا لناس تشتغل من اجل مصر ومن اجل الكره المصريه، لناس كانت تشتغل وتدور على افكار ان يعتنق بالكره المصريه والدوري المصري وتشوف حل للمدرجات الخاويه. هيقول لك امني وانا ماليش دعوه، تبقى انت سوري انت فاشل. امشي. انت فاشل لو انت مش عارف تلاقي حلول. لا ما هو انت ما اصل الامن يعني هيصدروا المصيبه للامن تاني. اصل ما تقولش الامن ماليش دعوه، الامن اقعد معاه واتكلم معاه وحط خططك وحط افكارك وحط رؤاك وخليك راجل وتحمل القدره وتحمل المسؤوليه وتحمل اتخاذ قرارك وتحرك واشتغل وانهض باللعبه وحط. اذا كنت انت مالكش بصمه فانت لا تستحق ان تكون في هذا المكان. على ذكر الراجل وعلى ذكر خليك راجل وعلى ذكر اللي بيقدر يتحمل، تعال نقول مبروك لرجاله كره اليد الخطوه الاولى والوصول للنهائي 25-15 امام انجولا. ورئيس اتحاد اليد ومجلسه علينا ان نوجه لهم كلامك، لانه اكيد اقنع الامن اوسي، مش الامن اللي اقنعه انه يعمل بطوله بالجماهير. المباراه النهائيه عربية مصر وتونس، حاجة طبعا عظيمة جدا. مبروك لمنتخب مصر، والأكثر والأكثر اللي احنا منتظرينه هي المباراة النهائية بين مصر وتونس. طبعا 25-15 نتيجة كبيرة جدا، نتيجة عظيمة. قبلنا كانت تونس كسبت الجزائر 27-18 برضو، نتيجة كبيرة جدا تعبر عن، مع ان الفارق واضح للجزائر مقابل انجولا. طبعا الجزائر من الفرق الثقيله جدا في كره اليد وحامل اللقب الاخير، يعني فكون ان هو يكسب فده دليل ان فرقه تونس فرقه جامده جدا وقويه. على منتخب مصر ان يركز بشكل كبير جدا. النقطه الاهم في هذه البطوله، احنا طبعا باذن الله داخلين، يعتبر داخلين على بطولتين دلوقتي، كاس الامم الافريقيه وتذكره الالعاب الاولمبيه، ودي مهمه جدا، ودي مش هيروحها غير واحد بس البطل. احنا كده ضمننا التاهل كمان لكاس العالم. صحيح. يعني احنا وتونس ضمننا التاهل وكاس العالم، والثالث والرابع هيلعبوا ماتش عشان واحد منهم يطلع، الثلاثه يروحوا كاس العالم. لكن الالعاب الاولمبيه منتخب واحد بس ان شاء الله يكون من نصيب مصر. منتخب ماشي بتركيز شديد جدا، نتائجه عاليه جدا، ما عندوش العاده بتاعه المصريين القناعة، يعني كنز لا يفنى. لا في الرياضة وفي الكرة وفي التهديف القناعة كنز لا يفنى. لازم يكون عندك رغبة شديدة جدا انك انت تظهر الفارق بينك وبين المنافس بتاعك. يعني ما ينفعش منتخب مصر يبقى بيلعب ليبيا مثلا وانا اقدر اجيب 10 اهداف واكتفي ان انا اجيب جون واثنين واخلص الليلة وشكرا على كده. صحيح. ودي مشكلة بتواجهنا كتير جدا، بنبقى بنواجه موزمبيق او زيمبابوي او اي او ناميبيا وتلاقي الماتش يطلع 1-2-0. حققنا الهدف؟ لا انا ما حققتش الهدف. حققت الهدف ماشي يا سيدي على راسي، بس اظهر الفارق. لما برشلونه بيروح يلعب مع حد بيكسبه ب7 و8-0
ما عندوش مشكله لما البرازيل بتروح تلعب مع فرقه اقل منها كتير بتكسبها، بتعبر عن الفارق، لازم تعبر على فكره عشان تظل هيبتك موجوده. كان في مشهد في مباراه لبرشلونه والنتيجه كانت 6-0 وقتها الموسم ده، وفي اصابه للاعب في الفريق المنافس، راحوا سالوا على الساعه والدقيقه 88 انه يعني بيقولوا للحكم وهم كسبانين 6 يعني. لسه علينا وقت تاني نقدر يعني نجيب فيه اجوان. هم متربيين على الثقافه، حاجات صحيه متربيين على الثقافه دي. فمنتخب اليد لما يعمل لك فرق 10 تجوان 25-15 فدي رجاله بتشتغل وبتلعب وبتتعب، وان انا طول الوقت بسعى للهدف، طول الوقت بحاول ان اجيب وازود عشان الناس تشوف، عشان ابقى داخل على تونس وتونس عارفه ان منتخب مصر ده طلع بفرق 10 تجوان. فنتيجه عظيمه، نتيجه مهمه، وبشيد بتجربه الجماهير اللي المفروض الناس تتحرك عشان تعملها في كره القدم، وبلاش اي مبررات اخرى. مصر فيها حاجه حلوه اوسي، والخير على قدوم الواجهين. انا سعيد ان انت معايا النهارده في لحظه زي دي، لحظه الوصول للنهائي بالقناعه، كنز لايافنا وكسروها كره اليد، يد المصريين قويه. عايز اقول لك انه لازم نروح علشان نقول لهم فعلا مبروك عليكم كلنا، يلا نشجع بلادي، يلا بقى نقول انه لا لسه في قيمه، لسه في عمل شبه احترافي. يا جماعه لو عندكم على يعني الفيسبوك في صوره لاحمد توفيق لاعب الزمالك وهو في وحدته العسكريه، حد طبعا دمه خفيف كاتب الحريه لاحمد توفيق، دي مهزله. لكن ام المهازل ان هذا النجم موقع عقد احتراف، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما دمنا مش قادرين نعمل حاجه، لاعب مجند يوقع عقد احتراف. لا اقصد احمد توفيق اكيد، لكن كل من عطل القانون للاعب طالب ولاعب مجند يوقع عقد احتراف في زمن ايضا بعض المدربون لديهم تفرغ، والاسم مهمه وطنيه يا معالي الوزير. وفي الاخر يقول لك مش عايزين تدخل حكومي يا معالي الوزير، الكره المصريه في المراهنات برضو مش عايزين تدخل حكومي يا معالي الوزير. هو في ايه عم اوسي؟ مش هنسيبها اما تغرق، لسه مكملين. هستاذنك نروح فاصل علشان خلاله هنذيع اغنيه لمنتخبنا بما قدموه المباراه النهائيه هم كفء لها، وهنرجع عشان تقول لي هيعمل ايه محمود طاهر بعد ما وعد، وبقى عندنا كل حاجه ليها كلمه سر وكود، مره المقطم، مره احد فنادق النيل، وقس على ذلك. بس والله ما تخافوا على البلد دي، مبروك لكره اليد، يد مصر لا يسقطها ابدا الا الفشله والعشوائيه، وهي بعيده الحمد لله. انا وجهه نظري يعني ما ينفعش اجيب مدرب اجنبي، مدرب اجنبي لازم، عشان تجيب مدرب اجنبي يكون في بدايه الموسم بقى عنده فتره اعداد كويسه، يتعرف على اللعيبه كويس، انما في وسط سيزون في وسط ماتشات انت مدرب اجنبي هياخد وقت علشان يحسب الحسبه دي كلها ويبتدي يدخل في اللوب دي كلها. من وجهه نظري في الوقت الحالي طالما انت مدرب مشي تحت اي ظرف او اي سبب، شايف ان مدرب مصري دلوقتي في الوقت الحالي مش عارف، في حسام البدري، في مختار انا شايف ان يعني الانسب دلوقتي المدرب اللي كان ماسك كوت ديفوار وزامبيا اللي هو الفرنسي هيرفي رينار دوت. انا عشان شايف انه شخصيته كويسه، وبعدين صغير في السن وعنده خبرات في افريقيا. مانويل جوزيه طبعا، عشان مانويل جوزيه خد بطولات مع الاهلي وهو عارف اللعيبه وبيعرف يخلي اللعيبه ينظم اللعيبه. يعني مانويل جوزيه ليه؟ عشان هو خدنا منه بطولات كتير وفاهم الاهلي وفاهم اللعيبه وفاهم كله، بس هو مش هيجي عشان الاداره وحشه. جوزيه، لان جوزيه احنا عرفناه ويقدر يسيطر على اللعيبه. مرشح جوزيه عشان تاريخه مع النادي الاهلي جميل قوي، تمام، وعمل حاجه في النادي الاهلي، وهو مدرب عارف الفريق وبيحب الفريق والنادي كله بيحبه. حسام البدري، لان هو المفيد دلوقتي في الوقت ده للاهلي، وهو مصري يعني اجنبي، لا مش دلوقتي اجانب بقى، الاهلي جرب الاجانب كتير، لا بس هو بالنسبه لهم حسام البدري افيد لهم. مانويل جوزيه، ان هو اكتر حد حقق بطولات مع الاهلي. جوزيه، عشان جوزيه عارف خطط النادي والحاجات دي كلها. انا في رايي النادي الاهلي لا يصلح ليه الا مدرب اجنبي، والمدرب الاجنبي لازم يكون ليه مواصفات. ايه هي مواصفات؟ ده جاي يدرب نادي اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، ونادي وصل للعالميه، واسم النادي الاهلي كبير، فلابد اللي يجي يحافظ على اسم النادي الاهلي. طبعا اهم حاجه يعني المدرب اللي هيجي الاهلي يكون شخصيه قويه بغض النظر عن اجنبي او مصري. يعني فلو مصري يا ريت حسام البدري، يعني مدرب عنده شخصيه قويه، درب النادي قبل كده، عارف اللعيبه، عارف امكانيات اللعيبه، عارف امكانيات اللعيبه. وجوله اخرى من يعني الالتباسات الحمراء
الله يكون في عون جمهور الأهلي وشعبه اللي هو جمعيته العمومية. نرجع تاني ونقول هيعمل ايه محمود طاهر لو كان قرار النقد رفض الطعن؟ لو كان قرار يعني انا المعلومه اللي وصلتني ان هم يعني قال لهم او اتفق معاهم قال لهم لو الطعن اترفض كلنا هنقدم استقالتنا ونشوف بعد كده ونسيب ونرفض قرار التعيين اذا اترفضت. عندك تصور اداري لو ده تم الرفض هل برضو؟ لا هو التصور الاداري حتى من قبل مع الوزير ما ياخد القرار ان كان ممكن المدير التنفيذي حسما للجدل اللي احنا فيه دلوقتي كان ممكن يكمل ال 28 يوم دول باي شكل من الاشكال لان اصلا المجلس مش هيجتمع وفي النهايه الامور هتظل معلقه في يد رئيس النادي وامين الصندوق بياخدوا القرار. كان ممكن الامور تدار خلال ال 20 يوم المتبقيه حتى الطعن وكان مع الوزير ياخد القرار ويبقى قرار واضح وقرار متفق عليه مع الاشخاص. يعني انا شايف ان ما ينفعش ان الوزير ياخد قرار وفي ناس رافضه القرار اصلا يعني انا يا اما ان انا بورطهم واحرجهم او هم يورطوني ويحرجوني ويعملوا لي مشكله في الموضوع يعني وده اللي حاصل دلوقتي. فلو كان طلع واللائحه كانت تتيح هذا البعض قال لك ان المدير التنفيذي ليه سلطات حد مالي معين في حدود 250 ألف جنيه في العملية في حالة وجود ما يقدر يقسمهم. لا ماشي ده في حالة وجود مجلس الإدارة لكن إذا غاب مجلس الإدارة بإمكان المدير التنفيذي أنه يدير الأمور ويسير الأمور في النادي إلى حد ما وكان ممكن يعني تمشي الأمور بهذا الشكل. لكن احنا دلوقتي بقينا في مأزق كبير جدا بقت مهمة الوزير دلوقتي أنه يوفق بين المختلفين داخل المجلس القابلين وبين المرفضين على قراره وحتى الجلسه بتاعت النهارده لم تؤتي ثمارها وهيظلوا بره النادي والامور هتظل بشكل سيء جدا لان النقطه اللي حضرتك كنت بتكلم عليها في الاول خالص اللي هو اجتماع المؤطم ده عمل شرخ كبير جدا طبعا. في اداره النادي الاهلي احدث نوع من عدم الثقه بين اعضاء مجلس الاداره واعتقد ان لو حصل والمجلس ده عاد منتخبا ورفضت القضيه هتبقى فيه كارثه كبيره جدا في النادي الاهلي والفجوه ستزيد اكثر ما هي ما كانت زايده قبل قرار الحل. يعني الفجوه هتبقى كبيره جدا لان فعلا في ثقه مفقوده جدا بين رئيس النادي ومجموعته والدكتور احمد سيد ومجموعته بعد ما يتفقوا على كل حاجه وعلى عدم التعيين وعلى قراءه الفاتحه فيخرج رئيس النادي ويقبل قرار التعيين. فدي عامله ازمه كبيره جدا سواء بالنسبه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الرافضين او لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كيف تدار هذه الامور وكيف يتم تسريب كل هذا الكم من المشاورات داخل غرفه مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانت يعني دبت النمله جواها ما حدش بيقدر يسمعها في مصر يعني. فالاهلي في تغير سيء كبير جدا في انشراح كبير جدا يعني اتمنى ان اولاده يحرصوا عليه اكتر من الكرسي الموجود ويظل شعار الاهلي فوق الجميع مستمر فوق الجميع اللي هم موجودين جوه النادي الاهلي حفاظا على هذه المؤسسه العريقه لان مؤسسه النادي الاهلي هي الضلع الكبير في الرياضه المصريه. يعني عندنا اضلع في مصر ده يعني لو هدمت مؤسسه الرياضه في الاهلي اعتقد ان ده هياثر كتير جدا على شكل كل الرياضات في مصر وليس كره القدم فقط. اتمنى ان احنا نحافظ على النادي الاهلي وعلى قيمته يعني. يتعافى سريعا الاحمر الاهلاوي واظن انه برضو ممكن انا وحضرتك يعني بحكم بعض الخبرات عشان ما ندعيش اكثر من هذا نؤكد للناس ان قوه الدفع الذاتي ممكن تمشي النادي الاهلي ل 28 طبعا. ولكن بعد ده هيبقى في صعوبه اللهم الا لو تم محاصره الموضوع بشكل اكثر ايجابيه. صح الكلام؟ لا طبعا الاهلي يقدر يسير بدليل ان وسط كل الازمات دي كان فرقه الكره ماشيه وهتمشي وتكمل ولما الكابتن حصلت مشكله وجي الكابتن زيزو ولعب السوبر في دبي كسب الزمالك في عز ازمته وخد البطوله ورجع بسوبر مصر والراجل جه في عز ازمته وكسب الاسماعيلي واعتقد ان الكابتن زيزو كان ممكن يقدر يكمل ويقدر يمشي العجله لان فعلا دلوقتي الاهلي المدارس الفكرية المختلفة للمدربين هتعمل خلل فني داخل الفريق يعني من بسيرو لكابتن زيزو لمدرب جديد جاي خلاص على فكرة مدرب جاي خلاص بشكل نهائي غالبا يوم الاثنين جاي وتم الاتفاق عليه هيتفرج على الماتش هيتفرج على ماتش الماني جدا والله وفي كلام ان هو الماني يعني طبعا المانيا في بعض الاسماء هم تقريبا اتفقوا بس في تكتل شديد جدا لان المدرب في هذه المره محصور بين الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات في النادي الاهلي والمهندس محمود طاهر وفي تشديد كبير جدا هو ده اللي كنا دايما بنعرفه في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كناش بنعرف اسم المدرب غير لما يتصلوا بينا تعالوا في مؤتمر صحفي صحيح مش في المطار كان احنا ما كناش نلحق نصوره في المطار بكره في مؤتمر صحفي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي لا بقول لك في المطار في المطار خلاص الراجل جبناه من المطار الراجل جبناه خلاص ودخل جوه النادي الاهلي يعني لكن الاهلي اصبح كتاب مفتوح للناس.
اتمنى ان يرجع لده. المهم المدرب ده غالبا على يوم الاثنين هيوصل او خلال ساعات وتم اتفاق عليه، وبيقال ان هو مدرب كبير ومدرب عالمي ومحدش هيختلف عليه، وان راتبه قد يصل ما بين 150 الى 170 الف يورو، وهو رقم كبير جدا على النادي الاهلي، لكن يقال ان هناك بعض رجال الاعمال سيساهمون في هذا الراتب اذا كان هيضيف واذا كان حد. لكن اسم شوستر الالماني وهو نجم كبير جدا ولعب لبرشلونه وريال مدريد ونجم الماني معروف مطروح بقوه، وفي برضه مدرب برتغالي بنته برضه مطروح بقوه يعني طبعاً يعني أسماء كبيرة من اسماء مطروحين يعني. دول اكثر اسمين انت ممكن تكون مراهن عليهم؟ انا تقريبا يعني وخصوصا الالماني يعني لان قال عايز يغير المدرسه البرتغاليه، لكن ربما يفاجئونا بحاجه جديده احنا ما نعرفهاش، لكن بيقولوا حد ما حدش يقدر يتكلم عليه، فلو ما حدش هيتكلم عليه اكيد معروف للناس ومعروف لينا. رينارد بعيد يعني بعيد لان هو برضه ما وصلش اتفاق معايا يعني. اظن انه 150 الف دولار. الراجل دكتور محمد فضل الله كان حط بوست مره لطيف قوي، صور جوارديولا ومورينيو وقال انا اوان ان يكون اهلي يعني في نشان عند الكبار، فما قريت جوه الحقيقه قال ممكن ما يكونوش دول لكن في السكه دي بالزبط. يعني اللي هو كمان كام سنه هيبقى جوارديولا اللي هو زي ما حضرتك قلت إدارة الأهلي بتقول عندما تسمع الاسم لن تفكر كثيرا علشان تقول فين سيفيهو بالظبط. يا يعني ترى هم رايحين على ده؟ لا يعني هو طبعا يعني فكره الدكتور فضل حضرتك بتذكرها يعني دايما الراجل بيقول انك لو انت عايز تبقى كبير خليك مع الكبار دايما. هي يعني دي ما انا بقول لك هو ده يعني فهم هم هو انت فكرتني بحكايه ال 150 قال انه الاسماء اللي راحه في السكه دي لكن بدل أكيد. مليون ونص ابو 150 بالظبط طبعا لازم تدفع كتير وتضحي بتضحي كده وتلاقي مردود كبير وتلاقي مردود كبير جدا يعني، وده بيحصل في كل العالم. يا رب يكونوا رايحين على ده لان الاهلي اصلا هو من فتح هذا الباب وكان بيجيب مدربين بدايه من هيديكوتي في زمن الهواية والتدريب ثلاث مرات ليخليهم كل يوم برقم لم يكن مسموع أساسا في كرة القدم يمكن ربما العربية حتى وقتها صحيح. بكل طفرة أشقائنا في الخليج. تعال ناخد محمد قراية يقول لنا بعض ملامح ما حدث في جلسة الماريوت، ولو عندك استفسار من زميلنا الشاب محمد قراية الصحفي باليوم السابع. قراية مساء الخير. مساء النور يا عصام، ازي حضرتك؟ واهلا بمحمد الروسي وكل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. ملامح من جلسه الماريوت زي ما وعدتنا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، باشمهندس خالد عبد العزيز كان يعني تم الاتفاق مع الاعضاء اللي رافضين التعيين في مجلس اداره الاهلي اللي هم دكتور احمد سعيد نائب رئيس النادي ودكتور هشام العمري وابراهيم الكفراوي وطاهر الشيخ ومحمد جمال هليل. تم الدعوه ليهم جميعا ان هم يقعدوا مع الوزير في قعده يعني قعده وديه يقنعهم بقبول التعيين. طبعا دكتور هشام العمري رفض يعني لم يحضر هذه الجلسه. نعم لم يحضر لم يحضر فعلا لان هو رافض مبدا التعيين، هو اعلن ده بشكل قوي جدا وكبير ان هو رافض خالص مبدا التعيين، فهو ما حبش ان هو يروح يتحط في يعني ان هو كده كده هو رافض فما حبش يروح يعني. ولكن تم الجلسه استمرت قد ايه؟ الجلسه استمرت تقريبا يعني ساعه تقريبا النهارده عصر اليوم في الماريوت. كان قبل على طول المشروعات خالد عبد العزيز توجه للنادي الاهلي افتتاح البطوله الدوليه للكاراتيه. هل حضر فعلا يعني دكتور احمد سعيد وكابتن طاهر الشيخ؟ لو قلنا 1 2 3 4 من مش قرارات لكن خرجوا بايه في 1 2 3 4؟ هو محور الجلسه كان يعني حاجه وحيده ان هو المشروعات خالد عبد العزيز كان بيحاول يقنع الرباعي بالقبول للتعيين لحد يوم 28 فبراير اللي هو يوم النطق بالحكم في الطعن المقدم للمجلس ضد حكم الحل، خصوصا ان ده موضوع هيبقى يعني لفتره معينه فتره صغيره بس عشان تسيير امور النادي، خصوصا ان باشمهندس خالد رافض فكره اسناد الموضوع ل 20 شمس المدير التنفيذي لان الاعباء كبيره جدا وهو شايف ان ده ممكن يعني يضع الاهلي في مشكله كبيره ان هو ما يقدرش يدير النادي لوحده، فهو حب ان هو يعين المجلس بكامل هيئته واكد ليهم ان هو في كل الحالات كان يعين المجلس ده وان هو ما فكرش تماما ان هو يعين اي مجلس من بره طوال الفتره اللي فاتت. اكد لهم كده وطلب منهم قبول التعيين، ولكن يعني هم تحفظوا يعني جددوا تحفظهم على قبول التعيين مره اخرى واكدوا ان هو يعني ما فيش ليه اي استفاده، هم متقبلين القرار يوم 28 فبراير سواء ان هو يديهم الحق ان هم يستمروا كمجلس منتخب او ان هو يتحكم ضدهم فيتم يعني فعلا بقى ساعتها هم يقدموا استقاله. يعني هم اتفقوا برضو بينهم وبين بعض ان هو مش هيتم الموافقه على التعيين، يعني مش هيتم توقيع اي ورقه رسميه يعني من اي حد فيهم ان هم موافقين على التعيين، وفي نفس الوقت مش هيقدموا استقالات. ماشي، ودي نقطة مهمة جدا ان هم مش هيقدموا استقالات. يعني الموقف كما هو عليه يا رأي. المجلس كما هو عليه، بس طبعا يعني الموضوع بشكل ادبي
ان هو برضو في الوقت دوت ممكن اي حاجه المجلس ياخدها بشكل رسمي زي مثلا موضوع المدير الفني هيتم عرضه عليهم بشكل ان هم برضو لازم يبقوا موافقين لان هم بشكل ادبي برضو بشكل ادبي بس هم هم رافضين بشكل تام حضور اي اجتماعات مجلس اداره الاهلي لحد يوم 28 فبراير رافضين برضو بشكل تام المشاركه في اي مراسم رسميه زي النهارده استقبال مشمهندس خالد عبد العزيز لم يكونوا بين الحضور الرسمي هم تواجدوا بس بصفاتهم يعني بصفاتهم اللي هم اعضاء جمعيه عموميه مفهوم النادي الاهلي فهم تواجدوا حتى شيرين شمس هو اللي استقبل خالد عبد العزيز لحظه وصوله ومشمهندس محمود طاهر هو اللي ودعه اثناء رحيله ولم يشارك اي عضو مجلس اداره من اللي انا قلت حاجه اسمهم في مراسم استقباله او مغادرته أو شكرا شكرا زميلي الشاب محمد عراية الصحفي باليوم السابع زي ما انت قلت يبقى الحال على حل وحل سيء طبعا يعني وهو حال سيء حال سيء بالنسبه للنادي الاهلي ان يكون بهذا الشكل ومجلس ادارته منقسم بهذا الشكل على اي قرار او اولاد النادي الاهلي انا هسيبني مجلس اداره اولاد النادي الاهلي بيحبوه وبيفضلوا مصلحه النادي على مصلحتهم ان يكون التعامل مع النادي الاهلي بهذا الشكل. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا المفروض يتم الحفاظ عليه. الاهلي الزمالك الاسماعيلي المصري القامات اللي موجوده عندنا دي كلها اللي هي بتمثل اعمده الرياضه المصريه ثروتنا الرياضيه اللي بتطلع لنا نجوم ولاعبين في كل الالعاب الرياضيه وكل الاتجاهات. يعني لو لقيت ما تلاقي منتخب مصر كره اليد اللي طبعًا وصل طبعًا. واللي هيروح يلعب في الالعاب الاولمبيه تلاقي الاساس فيه الاهلي والزمالك ومجموعه من الانديه مطعم بعض اللاعبين الاخرين. فلابد ان نحافظ على المؤسسات دي وعلى استقرارها. يعني شوف دلوقتي الفرق بين الاهلي والزمالك الزمالك ايا كانت الاوضاع فيه لكن هو بيعيش حاله من الاستقرار الاداري دي بنشوفها افرزت عن بطولات في الفتره اللي عدت. خلينا عكس الاهلي دلوقتي في حاله من الفوضى الاداريه يعني. خلينا نتمنى زي ما احنا قلنا ان يكون لزخم التاريخ والدفع الذاتي وايضا جينات الموجودين الحقيقه لا احد يستطيع الا ان يقول انهم من ابناء الاهلي المخلصين محمود طاهر والمجلس تبا للخلافات لكنهم اكيد يحملوا جينات حمراء. عايز اخدك ونروح مدينه برشلونه والكرة المصرية في ماكينات المراهنات يا صديقي وزميلي العزيز. مباراة المقصة والمحلة كانت في ماكينات الرهانات وأيضا مباراة الأهلي على ما أظن والداخلية. تكسب لو مرشح الأهلي 15 سنت على اليورو، تخسر لو رشحت منافسه تكسب 55 سنت اللي هو القرش الفكة بتاع اليورو على كل يورو. هل ده حد باعه ولا لا ولا ايه الحكايه؟ والله يعني احنا رسميا في مصر موضوع المراهنات ده رفض تام حتى على المستوى الديني شرعا رفض الموضوع المراهنات على المباريات وكان طرح قبل كده اكتر من مره. مين المسؤول ان ده يبقى موجود؟ طبعا هو مع اصل يعني اتحاد الكره يعني هل معمول من بره مصر وما لناش دعوه بيه ولا موقفه ايه بالظبط؟ ما هو القضية مش واضحة يعني مين اللي بيراهن ومين اللي يستغل الحقوق دي في الدوري المصري؟ نسأل مين ولا ده تدخل حكومي؟ لا طبعا مش تدخل حكومي. يسأل مين صاحب الحقوق؟ صاحب الحقوق انت قلتها. صاحب الحقوق اللي هو بيملك الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المصرية ان هي لو عايزة تعمل حاجات زي كده هيبقى ليها هي نصيب اصلا في الموضوع ده. وبما ان احنا رفضنا هذا الموضوع لدوافع شرعية عندنا ان احنا عندنا في ديننا الحنيف ان المراهنات دي محرمة شرعا وجابوا راي العلماء الدين في هذا الامر ورفض اكتر من مره وكان ايام الكابتن سمير زار كان عايز يقرها بشكل كبير جدا ونتيجه الرفض الديني تم رفضها تماما وابعدت عن هذا الموضوع. كون ان هي ترجع من تاني وتلف لنا وتجي لنا من باب خلفي شركات بتعملها من بره مين باعه؟ مصيبه مين باعه؟ ودي المصيبه ودي الكارثه اللي موجوده لابد من تحقيق هذا الموضوع ده ملف كبير جدا. طب ما تناشد معايا عشان عندنا حد لازم نقول له مبروك. ناشد معايا معالي الوزير يقول لنا مين بقى العلبه اللي بتاعت الدوري دي يا رب. يعني احنا طبعا بنناشد وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز بوصفه يعني كبير الرياضه المصريه. هو قائد الرياضه المصريه وهو المسؤول عن القرارات الاول والاخير. المفروض الموضوع ده يتم التحقيق فيه زي مثلا ما الموضوع بتاع المكفوفين البلوى اللي احنا شفناه والكارثه اللي بتعبر عن فساد عميق موجود في الرياضه المصريه. اعتقد المفروض لازم يكون في قرارات واضحه جدا في هذا الموضوع ولازم الناس تتحاكم حتى لو كانوا سابوا الاتحاد طبعاً. لازم يتحاكموا ويتجابوا. هو كل واحد يسيب يعني مش مجرد ان هو يسيب او ان انا قيله، لا ده لازم يتحاكم ويتحول لمحاكمه لان هنا في فالموضوع ده لازم نشوف اصله ايه ونعرف هو جه منين ومين اللي بيديره. يعني قول مبروك لراجل يعني باتباعه لما هو علم وتخطيط بامانه شديده وحاله احترافيه وعد بيها منذ دخوله الانتخابات. عايزين نبارك له دكتور خالد حموده. طبعا الدكتور خالد اهلا بحضرتك، الف مبروك.
انتصار كبير جدا لكرة اليد المصرية، وان شاء الله ربنا يكمل فرحتنا ونفوز بكأس الأمم الأفريقية ونتأهل إلى الألعاب الأولمبية. انتصار كبير جدا لكرة اليد المصرية، عملتوا بطولة عظيمة، ان شاء الله تكمل بخير بإذن الله. يا رب يا حسام بيه، ان شاء الله نفرح المصريين كلهم وولادنا يكونوا على مستوى المسؤولية بكرة ويحققوا حلم الشعب المصري ان شاء الله. اللي كان بيستهل مع حضرتك المباركة زميلي العزيز الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الأستاذ محمد القوصي، رئيس قسم رياضي بالزميلة الأهرام المسائي، وقلت له لازم نبارك لهذا الرجل كما وعد، لم يخلف. أغلب ظننا به كان أنه سيكون على رأس المجيدين، لأن هذا هو أسلوبه كما عرفناه حتى قبل أن يتولى مقاليد أمر كرة اليد المصرية. دكتور خالد، كل الناس فعلا فرحانة، كل الناس بتبارك لك. كان أنا والأستاذ أوسي عندنا سؤال لحضرتك، إزاي أقنعت الأمن بإقامة البطولة بجمهور على أرض مصر؟ تمام. والله يعني الجمهور هو نص النتيجة، الجمهور لعب الأول وفاكهة الرياضة، بدون جمهور لا طعم ولا لون ولا رائحة للمباريات. والحمد لله احنا حقيقة في كرة اليد جماهيرنا متواجدة على طول. أنا عايز بس أنوه إن جماهير السباحة غير جماهير التنس، غير جماهير اليد، غير جماهير الكورة، غير فكل لعبة وليها جماهيرها وليها عشاها. صحيح. فزي ما حضرتك شايف اللي موجودين كلهم أسر وكلهم نخبة من العائلات، السيدات والرجال والأطفال، وكلهم حاسين باطمئنان، يمكن كمان عشان الأسلوب اللي طبعنا بيه التذاكر. حضرتك زي ما انا قلت قبل كده، حضرتك عارف فكر عليها رقم طبعاً البطاقة طبعاً، ورقم، وده طبعا بيدي نوع من الطمأنينة والأمان لأي حد انه يروح لا هيسمع لفظ خارج ولا أغنية خارجة ولا تذكرة مضروبة ولا فساد في التوزيع، مفيش الكلام ده. الحمد لله الحمد لله، ولا سوق سودة ولا حاجة، الحمد لله. يعني انا اتفضل. انا الحقيقة سعيد بهذه التجربة، وسعيد بان الشرطه بتعمل وبتامن ما عليها خارج الحدود بتاعه الملعب. الله. خارج الاسوار. الله. يعني الحقيقه هو بقينا زي كل دول العالم الحمد لله، وان شاء الله هذه التجربه باذن الله تكلل بالنجاح في الختام بكره، وباذن الله اي حد ياخدها ويطبق السيستم بتاع التذاكر ويبقى سعيد بيها ان شاء الله. احنا سعداء، وتاني بنكرر لحضرتك نيابه عن اسره كره اليد أن تصل كل دعوات المصريين ومباركتنا ومباركتنا الشخصية أنا وزميل القوصي لحضرتك، وفي انتظار التتويج الأكبر، أنكم طحنتم بطحين ودقيق، مش طحين بدون دقيق ولا إنتاج. شكرا دكتور خالد حمودة. المرة الأولى اللي لابد أن احنا نقول لقينا حد ندعك له فانوس ونسيب من إيدينا الدبوس، الرسالة إيه يا أستاذ قوصي للي بيقوله الجمهور والأمن؟ لا لا لا، هو وضح بشدة، قال يا ريت، يعني آخر كلمة قالها الدكتور حمودة، يا ريت يستفيدوا من التجربة دي من طريقة بيع التذاكر والنظام كله اللي اتعمل. أعتقد ده في نظام اتعمل وكان بيتم بيع التذاكر وببطاقات شخصية، والأمور كانت كلها يعني في سيستم معمول وفي نظام معمول، بالرغم ان كانت هناك بعض السلبيات وبعض الشكاوى، عادي جدا ده ممكن نحلها، مش مشكله. صحيح. لكن خلينا في النقطه الاساسيه، ان تم عمل نظام، تم طريقه لبيع التذاكر بحيث انك تقدر تسيطر وتعرف، وتم تحديد مقاعد للناس، وده بيحصل في العالم كله، يعني في الدنيا كلها. انت لما بتروح اي استاد عالمي، سواء في ماتش برشلونه او ريال مدريد او في الدوري الانجليزي، بتاخد تذكرتك برقمك بمقعدك، حتى لو ما رحتش مقعدك فاضي. فبالتالي يعني اي حد بيبقى معروف ومتشاف ومتراقب، حفاظا على الامن العام بتاع البلد، حفاظا على الامن بتاع الجمهور، حفاظا على حياه الجمهور. فدي حاجات مش ضد مصلحه حد، لا، انت بتروح تصدق انا بامنك عشان احافظ على حياتك، وده موجود في الدنيا كلها. اتمنى ان اتحاد الكره يتعلم ويستفيد من اتحاد كره اليد، من هذه التجربه الجميله والرائعه المهمة، ويتعلم من اللي حصل في أسوان. خلي بالك، حضور الجمهور في أسوان مش قرار اتحاد الكورة، صحيح، ده قرار كان محافظ أسوان بالاتفاق مع الأمن والناس وافقوا. يبقى معنى كده ان هم رموا توبة الاتحاد بصراحة. لا خلاص يعني، والناس النهارده كانت موجودة، والعزمة اللي حصلت دي على فكرة يعني حاجة مش سلبية قوي، لكن بالعكس بقول لحضرتك، هو طبعا زي ما حضرتك وضحت ان قنبلة الغاز ضربت بطريقة خطأ في الناحية البحرية بالاستاد، الراجل قلق فأخدها الهواء ودخل بيها الناحية التانية، دخلت الملعب
حسنا يعني فعل انهم اعلنوا وقالوا ده اللي حصل وفي قبل الناس بوضوح وشكرا يعني. وكان في تدافع فعلا جماهيري ليست سلبيه في في في, في الجمهور لان لو رجعت لمستوى الجمهور الجمهور الاسواني من اطيب الجماهير صحيح. وناس محترمين جدا وبيحترموا لما قالوا لهم انصرف وما فيش اماكن للاستاد اتملى. اتمنى ان احنا نقدر نعمل ده في هنا في القاهره وفي في كل الاماكن وكل الماتشات اللي موجوده عندنا باذن الله. نورتنا يا ربنا يخليك يا استاذ سلام وسعيد بالتواجد معاك ويا رب نكون عملنا حلقه جميله. اظن ان رسالتك وصلت وده اجمل ما في الحلقه. انت يعني من اهلها ومن شعاب المهنه واظن ان رساله وصلت من صاحب كلمه صادقه ناقد رياضي يقود مجموعه من الشباب اللامعين في احد اهم كبريات الصحف المسائيه في العالم العربي وربما في الشرق الاوسط الاهرام المسائي. وببارك تاني لزميلنا العزيز الكاتب الصحفي علاء ثابت على قيادته لهذه المنصومة رئيسا للتحرير. عايز اقول لكم انه فعلا لقينا حد نستبشر معاه في 2016 وندعك له الفانوس زي كده بالظبط. شبكة النهار لما بدأت مع كل جماهيرها في مصر والعالم العربي نقطة مضيئة جديدة وتنويعة جديدة والأسرة المصرية هيبقى ليها شبكة أصلية بتهتم بكل الشأن من الطفل إلى قائد الأسرة إلى المربي الفاضل إلى الأولاد الشباب الناشئين. حتى لو كان في البيوتات اللي عندهم ناس بتيجي تساعدهم هيكون ليهم حظ معلوم. هذه هي رسالة شبكة النهار. أنا سعيد أني موجود معاكم. أنتوا بالفعل أصحاب كل الحقوق الحصرية المواطن والمواطنة المصرية. إن شاء الله خلال الأسبوع هنعلنكم هنقابلكم إزاي. حضرتكم عارفين أنه في دم خلال الأسبوع ده مع إدارة القناة. سنعلنكم هنلتقي إزاي كل أسبوع إن شاء الله مع العبد لله عصام شلتوت ودبوسك هو مش هشك ألا لو أنتوا قلتوا. أشكر كل الناس في قناة النهار. أشكر مستر علاء الكحكي زي ما احنا كلنا بنحب نقوله ولو انه هو حبيب كل الناس وكل الناس دايما تقول الراجل ده شبهنا ومننا ابن السيدة واحد من تحملوا هم الإعلام الوطني. الكل بيشكر علاء الكحكي اللي قال مع منظومة النهار قدرنا نخش البيوت المصرية ومحدش يقول لنا مش عايزينكم. بالعكس بنخش ومبسوطين وسعدة. شبكة النهار في